بانتخاب رئيس الجمهورية امبارح رجعت المؤسسات إلى أصولها، رجع الطائف، ثبت الطائف، ثبتت عروبة لبنان، وثبت النظام البرلماني الديمقراطي. هيدي القصص اللي بدنا ننطلق منها لنهضة اقتصادية واجتماعية بالبلد، لأنه هيدي القصص هي قصص استقرار سياسي اللي بيكون هو الأساس لانطلاقة اقتصادية اجتماعية للبنان، انطلاقة أكثر من ضرورية، خاصة وأنه وضعنا المالي والاقتصادي وصل على شفير الكارثة. بعتقد بكلمة دولة رئيس سعد الحريري اللي أعلن فيها تأييده لترشيح العماد عون في الأسباب، واللي هي أسباب اقتصادية مالية نقدية اجتماعية، اللي كانت هذه الأحوال عم تتراجع من أول لحظة بالفراغ الرئاسي. كان الوضع الاقتصادي عم بيتراجع، الوضع الاجتماعي عم بيتراجع، والوضع المالي عم بيصعب. هيدي من جهة. من جهة تانية طبعا كنا يعني كلنا محدودين بما اتفقت عليه بكركي مع الأربع زعماء، يلي قالت انه هن الأربع المؤهلين انه يكونوا رأس جمهورية، يلي هن الدكتور جعجع، الرئيس أمين شميل، الأستاذ سليمان فرجي، والعماد ميشيل عون. حاول دولة رئيس سعد الحريري قبل ما يروح عند سليمان فرجي حاول يتفاهم هو والعماد ميشيل عون على أسس ومبادئ للانطلاق سويا بنهضة لبنان، إنما ما قدر اتفق هو وياه. لذلك راح عند سليمان فرنجي واتفقوا سليمان فرنجي. أما عندما بعد سنة من دعم ترشيح سليمان فرنجي ما قدرنا توصلنا للرئاسة، ذهب دولة رئيس سعد الحريري بخطوة أيضا جريئة وشجاعة، راح عند العماد ميشيل عون وتفاهموا وياه على ثلاث أمور أساسية. تفاهموا وياه على ضرورة أن تكون دولة قوية وقادرة، تفهموا وياه على الاستمرار والتقيد بالنظام يعني بالطائف وبعروبة لبنان، وتفهم بالنقطة الثالثة على تحييد لبنان خاصة عما يجري في سوريا. بعد ما اتفق على هيدي المبادئ مع العماد ميشيل عون أخذ الخطوة وأعلن دعمه لترشيح العماد عون، وهكذا وصلنا إلى انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية. يعني ما في شك أنه الوضع الاقتصادي والوضع المالي هو أنا اللي برأيي اللي حرك الكل، لأنه وقت ما صرنا عم نشكي وعم نخبر أنه الوضع بلبنان على شفير الهاوية، بعتقد استوعبوه مأخرين شوي، ولكن أهم شيء أنه استوعب هذا الموضوع. نحن وصلنا بال2016 إلى أسوأ مراحل اقتصاديا وماليا هلا ما بحب احكي كثير عن الوضع المالي، ولكن لا، نحن بصراحه وصلنا الى شفير الهاويه. هون انا بشجع اليوم يعني الشيخ سعد الحريري على هذا القرار وعلى هالاقدميه اللي عملها بانتخاب يعني بتسهيل اذا بدك انتخاب رئيس جمهوريه، ولكن هذا ما بقدي لوحده. اذا نوايا طيبه يجب ان تتالف الحكومه بأسرع وقت ممكن. إذا انتخبنا رئيس جمهورية وما تألفت حكومة، أنا برأيي إنه الوضع بيرجع بسوء، وممكن الكل يندم وقت لا ينفع الندم. عم بحكي اقتصاديا وماليا، شافوا إنه العالم ما بقى تسكت، شافوا إنه الشارع ممكن يتحرك، شافوا إنه الجوع بوصل بهز أكبر كرسي اليوم. أنا بعتقد وأتمنى يكون هالشي صار عند الجميع واعي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسمعنا بكلامه لرئيس الجمهورية للعماد ميشيل عون، وسمعنا بخطابه أيضا للشيخ سعد الحريري عم بركزوا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي هو صار فعلا يعني أولوية لهذه الحكومة ولأي رجل بهمه البلد وبهمه مصلحة لبنان.